السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأن يذل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. أمر الله عز وجل بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد جل في علاه بالقبول فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم فتح الرحمن باب الرجاء فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى فرق معاطيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفدع. يا من خزائن رزقه في قول كن فيكون، والخير كله عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت أي باب أقرع. ومن ذا الذي أدعوه وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشاك أن تقنط من فضلك عاطيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. عنوان اللقاء: قوافل العائدين. نعم، قوافل العائدين. وسيتكون اللقاء من مقدمة وبداية وختام، وبينهما أخبار 5. الخبر الأول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الخبر الثاني: سبحان مغير الأحوال. الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ الخبر الرابع: طريق المخدرات. الخبر الخامس: هدايتي على يديه. ثم الختام. فإلى أول الكلام. أول الكلام: روى البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله فنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحكونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فيقول جل في علا: فما يسألوني؟ قال: فيقولون: يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا وأعظم فيها رغبة. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فأبشروا يا أهل هذه المجالس. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول جل في علاه: وله قد غفر، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نعم، أبشروا يا أهل هذه المجالس، فربكم ذو رحمة واسعة. اسمع منادي الله ينادي: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي، وإني أشد شوقا لهم. ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟
من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. من صفى معي صفيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته، ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي. وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى بعهده من الله. يا فرحة التائبين بمحبة الله، فيا فرحة التائبين بمحبة الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الهج بحمده واهبط بشكره وقل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل: أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل: أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. روي عن منصور بن عمار قال: قال: خرجت ليلة وظننت أني أصبحت، وإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغير، فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا، ولا لعقوبتك متعرضا، ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي، وغلبتني شقوتي، وغرني سترك المرخي علي. فالآن من عذابك من يستنفذني، وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وأتوا أتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود، وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فسمعت صوتا واضطرابا شديدا، ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجعت، وإذا أنا بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء. فقلت لها: من الميت؟ فقالت: لا تجدد علي أحزاني. قلت: إني رجل غريب. فقالت: هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا، فقرأ آية فيها ذكر النار، فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت: هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار، سبحان من وفق للتوبة أقواما وثبت على صراطها أقداما. يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير، إن تعذبني فبعدلك، وإن ترحمني فأنت به جدير. إن علاج مشاكل الشباب والشيب وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. نعم، الانضمام إلى قوافل العائدين، العائدين إلى الله بعد طول غيابك، الذين أحرقتهم الذنوب والمعاصي، الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور، الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعة، الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه، الذين آثروا الجنة على النار، الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. قال بعضهم: إن العبد ليذنب الذنب ألا يزال نادما حتى يدخل الجنة، فيقول إبليس: ليتني لم أوقعه في الذنب. وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. ليس عيب أن تخطئ، لكن كل العيب أن تصر على الخطأ، عيب أن تتمادى في الخطأ، عيب أن تنسى فضل الله عليك، عيب أن تنسى رقابة الله لك.
جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، فقل لي في نفسي قولا بليغا. قال: أعظك بخمس. أعظك بخمس. قال: هات الأولى. قال: الأولى لا تأكل من رزق الله واعط الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه؟ قال: هات الثانية. قال: الثانية لا تسكن في أرض الله واعط الله. قال: كيف يا إبراهيم، الأرض أرضه والسماء سماؤه؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه؟ قال: هات الثالثة. قال: الثالثة اذهب في مكان لا يراك فيه الله واعط الله. قال: أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه؟ قال: هات الرابعة. قال: الرابعة إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له: إني لا أموت الآن. قال: من يستطيع يا إبراهيم؟ والله يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه؟ قال: هات الخامسة. قال: الخامسة إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاب تأخذك إلى النار فخذ نفسك إلى الجنة. قال: من يستطيع هذا يا إبراهيم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه. قال: اسمع يا إبراهيم، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. أنا يا إبراهيم أستغفر الله وأتوب إليه. فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله، أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين. وأنت، نعم أنت، إياك أعني، يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار، أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ أما آن أن تنضم إلى قوافل العائدين؟ أما آن بما أنت فيه متاب؟ وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعته سوى عمل ترجوه وهو ثراب، وليس للمرء سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، يعني القرآن، كتاب حوى العلوم بكلها وكل ما حوى من العلوم خواب، ففيه الدواء لكل داء فاضطر به، فوالله ما عنه ينوب كتاب. تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا، تعال نأخذ العبرة من قصصهم، قصص ممزودة بالندم والدموع، قصص مليئة بالسوي والعبر، يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم، مآس وآهات، غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات، فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات، وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين. الخبر الأول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عن أبي هشام الصوفي رحمه الله قال: أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية، فقال لي الرجل: ليس هنا موضع. فسألته الجارية أن يحملني ففعل. فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع، فقالت الجارية: ادع ذاك المسكين ليتغدى معنا. فجئت على أنني مسكين، فلما تغدينا قال: يا جارية هاتي شرابتي. فشرب وأمرها أن تسقيني، فقالت: يرحمك الله، إن للضيف حقا. فتركني، فلما دب فيه الشراب قال: يا جارية هاتي عودك وهاتي ما عندك. فأخذت العود وغنت، ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: عندي ما هو أحسن منه، عندي ما هو أحسن منه وخير منه. فقال: قل. قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموجودة سئلت، بأي ذنب قتلت. وجعل الرجل يبكي حتى انتهيت إلى قوله: وإذا الصحف نشرت. فقال: يا جارية، يا جارية اذهبي، فأنت حرة لوجه الله تعالى. ثم ألقى ما معه من الشراب وكسر العود، ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول: يا أخي، أترى أن الله يقبل توبتي؟ فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين. فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قلت: نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتاب واستقام وتبدل حاله
وصاحبته بعد ذلك 40 سنة حتى مات، فرأيته في المنام فقلت له إلى ما صرت؟ فقال إلى الجنة. فقال إلى الجنة. قلت بماذا؟ قال بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. قال بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت؟ علمت نفس ما أخبرت، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت أنا للحرام نظرت. لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت أنا للأغاني والحرام استمعت. ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت أنا للربا والحرام أخذ. فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت أنا للحرام مشي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تمور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء تدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحصرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. حتى ننجو ونفوز في ذلك اليوم ونفلح لا بد من الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخبر الثاني سبحان مغير الأحوال. قال الراوي لقد تغير صاحبي، نعم تغير، ضحكاته الوقورة تصافح أذنيه كنسمات الفجر الندية، وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصك الآذان وتؤذي المشاعر، نظراته الخجولة تنم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة وقحة، كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك تصيب هذا وتجرح ذاك، لا يعبأ بذلك ولا يهتم، وجهه هادئ القتمات تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور، وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة والاهتمام. نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه ففهم ما يدور في خاطري، فقال لعلك تريد أن تسأل ماذا غيرك؟ قلت نعم هو ذاك، فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورتك الآن. فتنهد قائلا سبحان مغير الأحوال. قلت لا بد أن وراء ذلك قصة. قال نعم وسأقصها عليه. ثم التفت إلي قائلا كنت في سيارتي على طريق ساحلي، وعند أحد الجسور الموصلة إلى أحد الأحياء فوجئت بصبي صغير يقطع من أمامي الطريق، فارتبت واختلت عجلة القيادة من يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه، رفعت رأسي إلى أعلى لأجد متنفسا، ولكن الماء بدأ يغمر السيارة من جميع نواحيها، مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح، هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياة الحافلة بكل أنواع العبث والمجون، وتمثل لي الماء شبحا مخيفا وأحاطت بي ظلمات كثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة، فانتابني فزع شديد فصرخت في صوت مكتوم يا رب يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وزرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة لا من الموت الذي أصبح محققا
بل من خطاياي التي حصرتني وضيقت علي الخناق. أحس بقلبي يخفق بشدة، فانتفض وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة وأستغفر ربي قبل أن ألقاه. أحس أن كل ما حولي يضغط علي كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد، فقلت إنها النهاية لا محالة، فنطقت بالشهادتين وبدأت أستعد للموت وحركت يدي، فإذا بها تنفذ في فراغ، فراغ يمتد إلى خارج السيارة. وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامي مكسور، شاء الله أن ينكسر في حادث منذ 3 أيام. وقفلت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ. خرجت من أعماق الماء فإذا الأضواء تغمرني، وإذا بي خارج السيارة، ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ، كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها. ولما رأوني نزل 2 منهم وأخرجاني من الماء. وقفت على الشاطئ داهلا عما حولي، غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أتخيل السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيلها تختنق وتموت وقد ماتت فعلا، وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها وخرجت، خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. أحسست برغبة في الركض بعيدا والهرب من هذا المكان، هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي الدنس. ومضيت إلى البيت إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لممثلات وراقصات ومغنيات. اندفعت إلى الصور أمزقها، ثم رميت على سريري أبكي، ولأول مرة أبكي. أحس بالندم، الندم على ما فرطت في جنب الله. فأخذت الدموع تنساب في نزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز. وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته، إنه صوت الأذان يجلجل في الفضاء وكأني أسمعه لأول مرة. وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساحل، ومسجدكم من العبار خالي. يقول فانتفضت واقفا وتوضأت، وفي المسجد بعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيئتي. ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى قلت هنيئا لك الدموع الحارة وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه. وقال الحسن البصري: التوبة النصوح ندم بالقلب، استغفار باللسان، ترك بالجوارح، وإضمار بألا يعود. وقال يحيى بن معاذ: علامة السائب إسبال الدمعة وحب الخلوة والمحاسبة للنفس في كل همة. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ شاب صالح يقول: كان لي قريب بعيد، قربه النسب وأبعده الدين، وبحكم اطلاعي على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا، ومثله كثير. نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين، ولكنه كان يقدم ويؤخر ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة. فلك المسوفون، والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له: كم ستعيش؟ 20 30 بل 80، ثم ماذا؟ لابد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ وفي ليلة لم يتوقعها، في ليل مظلم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة، ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا، ومثله كثير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفجأة على غير موعد نزل به نازل، وطرق بابه طارق، ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب، ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة، إنه الزائر الذي لا يرد. حاول أن يؤخره، أن يؤجله، فلم يستطيع. أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع. أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب، بالمال والأولاد، فلم يستطيع. حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون، انتهى كل شيء.
هوت آمال العظام وأحلام كالجبال، حشرجت قدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح، وأمامه أسئلة صعاب وجنة ونار. هلك المسوفون. يقول الشاب: لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه السرعة من أسرته، ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه، ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة، وكان يوم موته وتبكيره والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير، وكنت أولهم، فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه؟ لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء. يقول الشاب: ثم اجتمعت وأقاربي في مجلس ضم الكثير وأكثرهم عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين، ثم قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقام أحدهم شاهرا سيفه ومصوبا سهمه ورافعا صوته باستغراب يملأه الاستهزاء وهو يسمع الجميع: أين أنت عن صلة الرحم والقيام بالواجب؟ فها هو فلان قد مات ولم نر لك أثر ولم نعلم لك مكانا. اتجهت نحوي العيون بالعتاب، وتحركت الأيدي تلوم، والألسنة تقول: أين أنت عن واجب الصلاة والعزاء؟ وأضاف أحدهم مستهزئا: تصلي وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجبات الأسرة؟ وأخذ المجلس يتحدث ويقول وأنا لا أرد عليهم حتى إذا أفرغوا سهامهم وانتهوا. قلت للمتحدث الأول بصوت يسمعه الجميع: ما رأيك لو صليت صلاة المغرب 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ سكت ولم يجب، وهو يحرك حاجبيه ويهز يده باستغباء عجيب. كررت وأعدت السؤال وطلبت الإجابة منه بصوت مسموع حتى يسمع المجلس. قال لي بعد تكرار السؤال عليه 3 مرات: لا يجوز. قلت له: أحسن، هذا أمر الله ورسوله، فنحن نطيع الله في هذا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة يأمراننا أن لا نصلي على من مات وهو لا يصلي. وسماه كافرا، رفعت صوتي والحق يعلو ولا يعلى عليه وأنا أفرغ سهما من كنانتي، هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما أم أسمع كلامك أنت وهراءك؟ استدرت نحو المجلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلي على من مات وهو تارك للصلاة، ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، ولهذا لم أصلي عليه سمعا وطاعة لله ورسوله. خيم صمت على المجلس وأغمدت السيوف، فقد ظهر الأمر واضحا جليا، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول الشاب: مرت شهور، فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع ورأى هذا الموقف يعيد حساباته ويراجع أفعاله ويخشى أن يمر عليه يوم لا يجد فيه من يصلي عليه. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة لمن بعده وعبرة لمن خلفه، ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فقل لي بالله العظيم، كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ حال عجيبة. قسم لا يصلي ولا يركع لا بليل ولا بنهار، وقسم يقدم ويؤخر وينام، يصلي متى ما شاء وكيف ما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما آن لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين وينضموا إلى قوافل العائدين؟ خل الذكار الأربع والمعهد المرتبع والطاعن المودع، وخل عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثم أبدعتها لشهوة أطعتها في مرتع ومضجع، وكم خطا حسدتها لخزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقع، ولم ركضت باللعب
وفهت عن ذنب الكذب ولم تراقب ما يجب في عهده المتبع. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعطي هواك وانحرف عنه انحراف المطلع. إلى متى تسهو وتني ومعظم العمر فني بما يضر المقتني ولست بالمرتدع. قال بعض الحكماء: تعرف توبة الرجل بأربعة أشياء. أولها أن يمنع لسانه من فضول الكلام من غيبة ونميمة وكذب. ثانيها أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين. ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم. الرابع أن يكون مستعدا للموت، نادما على الذنب، مستغفرا لما سبق من ذنوبه، مجتهدا في طاعات ربه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. الخبر الرابع: طريق المخدرات طريق غرق فيه كثير من الشباب إلا من رحم الله. يقول الشاب وهو يروي مأساته: بعد أن أنهيت دراستي الثانوية عملت موظفا في إحدى الشركات التجارية، وقد فصلت من العمل لكثرة تغيبي وعدم انضباطي. عملت بعدها أعمالا مختلفة من بناء وتجارة وغيرها، حتى استطعت أن أكون نفسي وأجمع مبلغا من المال. وفي أحد الأيام عرض علي أحد الشباب فكرة السفر إلى إحدى الدول الآسيوية، وكان يروي لي مغامراته ومشاهداته، كان يجاهر بالمعصية والعياذ بالله. يقول الشاب: كان صاحبي يحدثني عن المتع المحرمة وكأنه يغريني بالسفر، حتى عزمت عليه واستحوذني الشيطان. فكان صاحبي أول المرحبين، بل تكفل بشراء تذكرة السفر على أن أتكفل أنا هناك ببقية المصاريف. وسافرنا، هناك رأينا جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة. اليوم الأقصى يشتكي والشباب يغرق في أوحال المعاصي والمنكرات. ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويلنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ يقول الشاب: رأينا هناك جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة. فتعلمت من الشباب، اسمع، تعلمت من الشباب التدخين وشرب الخمر، ثم الزنا، ثم تعاطي المخدرات. خضنا في كل الوحول القذرة حتى بلغنا الحضيض، ثم عدنا، وبعد فترة جمعنا مبلغا آخر من المال، ثم سافرنا إلى بلد آخر أشد فسادا، وجربنا كل شيء. وفي إحدى الليالي رفض أحد الشباب إعطائي حقنة المخدرات المعهودة، فخرجت من الفندق وقابلت مجموعة من المروجين، فدعوني إلى مقرهم فذهبت معهم، وعرضوا علي أنواعا كثيرة من المخدرات، كنت أجهل بعضها ومدى تأثيره على الجسم. وبعد تعاطي المخدرات والمسكرات دعاني أحدهم إلى الغرفة المجاورة لممارسة الزنا، بعد أن أمرني بدفع الثمن مقدما. وكنت في سكر شديد لا أدري ما أصنع، فقبلت العرض ولم أكن أدري أني أمشي برجلي إلى الهاوية. ثم بعد أيام عدنا من السفر ومارست حياتي الطبيعية، لكن شبح المخدرات كان يطاردني في كل مكان. أصبح شبح المخدرات يطاردني في كل مكان، وقد نصحني بعض المخلصين بالتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فوعدتهم بالذهاب ولم أذهب. توالت السفرات لممارسة تلك الأعمال المشينة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتي البائسة المتدهورة، حتى نفذت النقود فاحترفت السرقة من هنا وهناك. تعلمت فنون النصب والاحتيال حتى أجمع لمتعتي المحرمة. وفجأة شعرت بوعكة صحية فذهبت إلى المركز، الصحي بحثا عن العلاج. وبعد تحليل عينة من دمي أخبروني أني حامل لفيروس الإيد. فضاقت الدنيا في وجهي، يا للهول يا للمصيبة، لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات. وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا، وحسرتاه على أحباب لم يشفعوا. يا حسرتاه يوم طال السهر ولم أعد زادا للحفر. يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولا وانقضى ولم أتقي فيه حظ لظى. يا حسرتاه إذا كشف الديوان
بخطايا اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان. يا حسرتا إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض الشباب. يا حسرتا على صلاة أضعتها وزكاة منعتها وأيام أفطرتها. يا حسرتا على أوقات أهدرتها. يا حسرتا على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها. يا حسرتا يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره. يا حسرتا يوم يفوز الصالحون بالدرجات. يا حسرتا يوم يهوي الظالمون في الدركات. قال سبحانه وأنذرهم يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول الشاب لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المسرات فلم يبقى إلا الآلام والحسرات. لم يبقى إلا الآثام والأوزار والتبعات. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار. هذه حكايتي باختصار. وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. وعلى الرغم من أني أسير إلى الموت سيرا سريعا فلا بأس، فقد أفقت من غفوتي وأفقت من غفلتي. وأنصح كل شاب عاقل بالالتزام بتعاليم الدين الحديث، تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ولم نتبعها، إنما اتبعنا النفس والهوى والشيطان. وقد خاب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أقول لإخواني الشباب احذروا المخدرات والفواحش والمنكرات فإنها الهلاك الماحق. احذروا من رفقة السوء فإنهم جنود إبليس اللعين. يقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب. لعلكم تقرؤون كلماتي وأنا تحت التراب. قد فارقت الروح الجسد وصعدت الروح إلى باريها. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء ارحم عبدك الضعيف المسكين. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. لو رأيت التائب رأيت جفنا مقروحا تراه في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحي توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير وكأنه أسير. قد رمي مجروحا ولسان حاله يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب أنحل بدنه الصيام وأتعب قدمه القيام وحلف بالعزم على هجر المنام. فبدل بدنا وروحا وهو يردد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علاه والحزن قد وهاه يذم نفسه على هواه وبهذا صار ممدوحا يردد ويعيد توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب يبكي جنايات الشباب التي بها قد اسود الكتاب فإن من يأتي إلى الباب يجد الباب مفتوحا يردد ويقول قول الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. الورقة الخامسة هدايتي على يديه. يقول الشاب لم أكن قد بلغت 30 حين أنجبت زوجتي أول أبنائي. ما زلت أذكر تلك الليلة كنت سهرانا مع الشلة في إحدى الشاليهات. كانت سهرة حمراء بمعنى الكلمة كما يقولون. أذكر ليلتها أني أضحكتهم كثيرا. كنت أمتلك موهبة عجيبة في التقليد. بإمكاني تغيير نبرة صوتي حتى تصبح قريبة من الشخص الذي أسخر منه. أجل كنت أسخر من هذا وذاك. لم يسلم أحد مني حتى شلتي. صار بعض أصحابي يتجنبني كي يسلم من لساني وتعليقاتي اللاذعة. تلك الليلة سخرت من رجل أعمى رأيته يتسول في السوق. والأدهى أني وضعت قدمي أمامه ليتعثر. تعثر وانطلقت ضحكتي التي ذوت في السوق. عدت إلى بيتي متأخرا
وجدت زوجتي في انتظاري، كانت في حالة يرثى لها. أين كنت يا راشد؟ قلت في المريخ ساخرا عند أصحابي بالطرف. كانت في حالة يرثى لها، قالت والعبرة تخنقها راشد، أنا تعبة جدا، الظاهر أن موعد ولادتي صار وشيكا. سقطت دمعة صامتة على جبينها، أحسست أني أهملت زوجتي. كان المفروض أن أهتم بها وأقلل من سهراتي، خاصة أنها في شهرها التاسع. قاست زوجتي الآلام يوما وليلة في المستشفى حتى رأى طفلي النور. لم أكن في المستشفى ساعتها، تركت رقم هاتف المنزل وخرجت. اتصلوا بي حتى تعلموني الخبر، ففعلوا. اتصلوا بي ليزفوا لي نبأ قدوم سالم. حين وصلت المستشفى طلب مني أن أراجع طبيبة. أي طبيبة؟ المهم الآن أن أرى ابني سالم، لا بد من مراجعة الطبيبة قالوا لي. أجابتني موظفة الاستقبال بحزن. صدمت حين عرفت أن ابني به تشوه شديد في عينيه ومعاق في بصره. تذكرت المتسول، قلت سبحان الله كما تدين تدان. لم تحزن زوجتي، كانت مؤمنة بقضاء الله راضية. طالما نصحتني، طالما طلبت مني أن أكف عن تقليد الآخرين. كلا، هي لا تسميه تقليدا بل غيبة، ومعها كل الحق. لم أكن أهتم بسالم كثيرا، اعتبرته غير موجود في المنزل. حين يشتد بكاؤه أهرب إلى الصالة لأنام فيها. كانت زوجتي تهتم به كثيرا وتحبه. لحظة، لا تظن أني أكرهه، أنا لا أكرهه، لكني لم أستطع أن أحبه. أقامت زوجتي احتفالا حين خطى خطواته الأولى، وحين أكمل الثانية اكتشفنا أنه أعرج. كلما زدت ابتعادا عنه زادت زوجتي حبا وتعلقا بسالم، حتى بعد أن أجبت عمرا وخالدا. مرت السنوات وكنت لاهن غافل، غرتني الدنيا وما فيها، كنت كاللعبة في يد رفقة السوء، مع أني كنت أظن أني من يلعب عليهم. لم تيأس زوجتي من إصلاحي، كانت دائما تدعو لي بالهداية. لم تغضب من تصرفاتي الطائشة أو إهمالي لسالم واهتمامي بباقي إخوته. كبر سالم ولم أمانع حين طلبت زوجتي تسجيله في أحد المدارس الخاصة بالمعاقين. لم أكن أحس بمرور السنوات، أيامي سواء، ليلي ونهار عمل ونوم، طعام وسهر. حتى ذلك اليوم كان يوم الجمعة، استيقظت الساعة 11 ظهرا. ما يزال الوقت مبكرا أقول، لكن لا يهم. أخذت دشا سريعا، لبست وتعطرت وهممت بالخروج. استوقفني منظره، منظر سالم، كان يبكي بحرقة. إنها المرة الأولى التي أرى فيها سالم يبكي مذ كان طفلا. أأخرج أم أرى مما يشكو سالم؟ قلت لا، كيف أتركه وهو في هذه الحالة؟ أهو الفضول أم الشفقة؟ لا يهم. سألته لماذا تبكي يا سالم؟ حين سمع صوتي توقف، بدأ يتحسس ما حوله. ما به يا ترى؟ اكتشف أن ابني يهرب مني. الآن أحسست به. أين كنت منذ 10 سنوات؟ تبعته، كان قد دخل غرفته، رفض أن يخبرني في البداية سبب بكائه، وتحت إصراري عرفت السبب. تأخر عليه شقيقه عمر الذي اعتاد أن يوصله إلى المسجد. اليوم الجمعة، خاف سالم ألا يجد مكانا في الصف الأول. نادى والدته لكن لا مجيب حينها. حينها وضعت يدي على فمه كأني أطلب منه أن يكف عن حديثه، وأكمل. حينها بكيت يا سالم. لا أعلم ما الذي دفعني لأقول له سالم لا تحزن، هل تعلم من سيرافقك اليوم إلى المسجد؟ أجاب سالم أكيد عمر، ليتني أعلم إلى أين ذهب. قلت لا يا سالم، أنا من سيرافقك. استغرب سالم، لم يصدق، ظن أني أسخر منه. عاد إلى بكائه، مسحت دموعه بيدي وأمسكت بيده. أردت أن أوصله بالسيارة، رفض قائلا أبي المسجد قريب، أريد أن أخطو إلى المسجد فإني أحتسب كل خطوة أخطوها. يقول لا أذكر متى آخر مرة دخلت فيها المسجد، ولا أذكر آخر مرة سجدت فيها لله سجدة. هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالخوف والندم، الندم على ما فرطت طوال السنوات الماضية، مع أن المسجد كان مليئا بالمصلين. إلا أني وجدت لسالم مكانا في الصف الأول. استمعنا لخطبة الجمعة معا وصليت بجانبه. بعد انتهاء الصلاة طلب مني سالم مصحفا. استغرب كيف سيقرأ وهو أعمى. هذا ما تردد في نفسي،
ولم أصرح به خوفا من جرح مشاعره. طلب مني أن أفتح له المصحف على صورة الكهف. نفذت ما طلب، وضع المصحف أمامه وبدأ في قراءة السورة. يا الله، إنه يحفظ صورة الكهف كاملة وعن ظهر غيب. خجلت من نفسي، أمسكت مصحفا، أحسست برعشة في أوصالي. قرأت وقرأت ودعوت الله أن يغفر لي ويهديني. هذه المرة أنا الذي بكى، بكيت حزنا وندما على ما فرط، ولم أشعر إلا بيد حنونة تمسح عني دموعي. لقد كان سالم يمسح دموعي ويهدئ من خاطري. عدنا إلى المنزل. كانت زوجتي قلقة كثيرا على سالم، لكن قلقها تحول إلى دموع فرح حين علمت أني صليت الجمعة مع سالم. منذ ذلك اليوم لم تفتني صلاة الجماعة في المسجد. هجرت رفقاء السوء وأصبحت إلى رفقة خيرة عرفتها في المسجد. ذقت طعم الإيمان، عرفت منهم أشياء ألهتني عن الدنيا. لم أفوت حلقة ذكر أو قيام، ختمت القرآن عدة مرات في شهر، وأنا نفس الشخص الذي هجره سنوات. رطبت لساني بالذكر لعل الله يغفر لي غيبتي وسخريتي من الناس. أحسست أني أكثر قربا من أسرتي. اختفت نظرات الخوف والشفقة التي كانت تطل من عيون زوجتي. الابتسامة ما عادت تفارق وجه ابني سالم. من يرى سالم يظنه ملك الدنيا وما فيها. حمدت الله كثيرا وصليت له كثيرا على نعمه. ذات يوم قررت أنا وأصحابي أن نتجه إلى أحد المناطق البعيدة في برامج دعوية مع مؤسسة خيرية. ترددت في الذهاب، استخرت الله واستشرت زوجتي. توقعت أن ترفض، لكن حدث العكس، فرحت كثيرا بل شجعتني. حين أخبرت سالم عزمي على الذهاب أحاط جسمي بذراعيه الصغيرين فرحا، ووالله لو كان طويل القامة مثلي لما توانى عن تقبيل رأسي. بعدها توكلت على الله وقدمت طلب إجازة مفتوحة بدون مرتب، والحمد لله جاءت الموافقة بسرعة أسرع مما تصور. تغيرت عن البيت 3 أشهر. كنت خلال تلك الفترة أتصل كلما سنحت لي الفرصة بزوجتي، أحدث أبنائي. لقد اشتقت لهم كثيرا، لكني اشتقت أكثر لسالم. تمنيت سماع صوته. هو الوحيد الذي لم يحدثني منذ سافر، إما أن يكون في المدرسة أو المسجد ساعة اتصالي بهم. كلما أحدث زوجتي أطلب منها أن تبلغه سلامي وتقبله. كانت تضحك حين تسمعني أقول هذا الكلام، إلا آخر مرة هاتفتها فيها لم أسمع ضحكتها المتوقعة. تغير صوتها وقالت لي إن شاء الله. أخيرا عدت إلى المنزل، طرقت الباب، تمنيت أن يفتح سالم لي الباب، لكن فوجئت بابني خالد الذي لم يتجاوز 4 من عمره. حملته بين ذراعي وهو يصيح بابا بابا. انقبض صدري حين دخلت البيت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم. سعدت زوجتي بقدومي، لكن هناك شيء قد تغير فيها. تأملتها جيدا، إنها نظرات الحزن التي ما كانت تفارقها عادت مرة ثانية إلى عينيها. سألتها ما بك؟ قالت لا شيء، هكذا ردت. فجأة تذكرت من نسيته للحظات. قلت لها أين سالم؟ خفضت رأسها ولم تجب. لم أسمع حينها سوى صوت ابني خالد الذي ما زال يرن في أذني حتى هذه اللحظة. قال أبي إن سالم راح عند الله في الجنة. قال أبي إن سالم راح إلى الله في الجنة. لم تتمالك زوجتي الموقف، أجهشت في البكاء وخرجت من الغرفة. عرفت بعدها أن سالم أصابته حمى قبل موعد مجيئي بأسبوعين. أخذته زوجتي إلى المستشفى، لازمته 2 وبعد ذلك فارقته الحمى حين فارقت روحه الجسد. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله. أحسست أن ما حدث ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى. أجل إنه اختبار، وأي اختبار. صبرت على مصابي وحمدت الله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ما زلت أحس بيده تمسح دموعي وذراعه تحيطني. كم حزنت على سالم الأعمى الأعرج. لم يكن أعمى، لم يكن أعمى. أنا من كنت أعمى حين انسقت وراء رفقة السوء، ولم يكن سالم أعرج لأنه استطاع أن يسلك طريق الإيمان رغم كل شيء. لا زلت أتذكر كلماته وهو يقول
إن الله ذو رحمة واسعة. سالم الذي امتنعت يوما عن حبه اكتشفت أني أحبه أكثر من إخوانه. بكيت كثيرا وما زلت حزينا، كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ كيف لا أحزن وقد كانت هدايتي على يديه؟ اللهم تقبل سالم برحمتك، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. أبشر أيها السائب، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال جل في علاه فاتحا أبواب الرحمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل في علاه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال أعز من قائل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال أرحم الراحمين: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا رجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي ولا أبالي. يا أرحم الراحمين أبشر أيها السائل، أبشر أيها العائد، أبشر أيها المنضم إلى قوافل العائدين. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أبشر أيها التائب فإن الله يفرح بتوبة التائبين. أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. يروى أن رجلا سأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل من توبة، فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له: إن للجنة 8 أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب التوبة، فإن عليه ملكا موكلا به لا يغلق فأعمل ولا تيأس ولا تخلص من رحمة الله. قال عبد الرحمن ابن أبي قاسم: تذاكرنا مع عبد الرحمن توبة الكافر وقول الله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فقال: إني لا أرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا من الكافر. ولقد بلغني أن توبة المسلم كإسلام بعد إسلام. يروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى 20 سنة ثم عصى الله 20 سنة ثم نظر في المرآة فرأى الشيبة في لحيته فساءه ذلك فقال: اللهم أطعتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة فإن رجعت إليك أتقبلني؟ فناداه منادي أرحم الراحمين: أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن رجعت إلينا قبلناك. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اعلم أن مما يعينك على تعجيل التوبة والإسراع في التوبة فالذي حال بين الناس وبين التوبة والصدق في التوبة هو طول الأمل، طول الأمل. ومن أطال الأمل أساء العمل. قال الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وقال سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اعلم أن مما يعينك على التوبة والإسراع فيها والمبادرة إليها هو ذكر الموت وساعاته. نعم إن الموت قريب، إن العمر مهما طال فهو قصير، والدنيا مهما عظمت فهي حقيرة. تختر لنفسك النهاية التي تتمناها، فلا إله إلا الله كيف سيكون حالي وحالك عندما يقال: فلان ابن فلان لقد دنا الأجل وحانت ساعة الرحيل. فصائح بأعلى الصوت: رباه ارجعون، رباه ارجعون، رباه ارجعون. وصائح بأعلى الصوت: وطرباه، وطرباه، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فاختر الحال التي تريدها يرعاك الله. لما حضرت حسان ابن أبي سنان الوفاة قيل له: كيف تجدك؟ قال: بخير، إن نجوت من النار
قيل له فما تشتهي؟ قال ليلة طويلة أصليها كلها. ودخل المزني على الشافعي رحمه الله في مرضه الذي مات فيه، فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري روحي طائرة إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعذبها، لا أدري روحي إلى أين تطير، إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعذبها. ثم أنشد ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ما زلت ذو عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فاعلم يا رعاك الله أن الآمال تطوى والأموال تفنى والأبدان تحت التراب تبلى. اعلم يا رعاك الله أن الأيام والليالي تبليان كل جديد، تقربان كل بعيد، تأتيان بكل موعود ووعيد. فانتبه يا رعاك الله، انتبه من رفقة الهجوع، وافدع إلى الله بالتضرع والخشوع، وقل آن الأوان للانضمام إلى قوافل العائدين. قالوا من رزق أربعا لم يحرم أربعا، من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، وربكم يقول ادعوني أستجب لكم، ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، وربكم يقول إنه كان غفارا، ومن رزق الشكر لم يحرم المزيد، وربكم يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، وربكم يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وختاما اعلم أن الحياة بدون الله سراب، وإن القلب لا يصلح إلا بالله جل وعلا. فإذا أقبل على الله تعالى، يعني القلب اجتمع وانضم بعضه إلى بعض، ووجد نفسه وسلمت فطرته. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ إلى كم تعصي وتتمرد؟ وأقبح من قبيحك أنك تتعبد. يا ناصع الثوب والقلب أسود، ما هذا الأمل ولست بمخلد؟ أما تخاف؟ أما تخاف من أوعد وتهدد؟ يا من شاب وما تاب، أين البكاء؟ اكتب قصة الرجوع بقلم الندم والدموع، اكتب قصة الرجوع بقلم الدموع، واسعي بها على قدم الخضوع إلى باب الخشوع، وأتبعها بالعطش والجوع، وسل الرحمة فرب سؤال مسموع. قل ونادي في الأسحار والناس نيام، يا أكرم من أمله المؤملون، يا رجاء الخائفين، يا أمل المذنبين، إن طردتني فإلى من أذهب؟ يا رحيما بمن عصاه، يا حليما على من تناساه، يا من شيمته الصف، عصيتك جاهلا يا ذا المعالي، ففرج ما ترى من سوء حالي. إلى من يهرب المخلوق إلا إلى مولاه يا مولى الموالي؟ فلله ذر أقوام تركوا فأصابوا، وسمعوا منادي الله يدعو فأجابوا، وحضروا مشاهد السقى فما غابوا، واعتذروا مع التحقيق ثم تابوا، ثم قصدوا باب مولاهم فما ردوا ولا خابوا. اللهم سر بنا في سرب النجابة، ووفقنا للتوبة والإنابة، وافتح لأدعيتنا الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننقض عهدها أبدا، واحفظنا في ذلك لنكون بها من جملة السعداء. اللهم اقبل توبة التائبين، واغفر ذنب المذنبين، واقبل الشباب والشيب في قوافل العائدين. اللهم ألهمنا القيام بحقك، وبارك لنا في الحلال من رزقك، ولا تفضحنا بين خلقك. يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مجيب الدعوات، يا رب الأرض والعرش والسماوات. هب لنا ما سألناه، وحقق رجاءنا فيما تمنيناه، يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، عدد ما طار طير المطار، وعدد ما استغفر المستغفرون في الأسحار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.